الصمت الدولي على الجرائم الوحشية المرتكبة في حق الشعب اليمني يحفز العدوان السعودي على الاستمرار في الفتك والقتل والدمار. وها هو من جديد يلقي بقنابل عنقودية محرمة دوليا ويعاود قصفه على مختلف المحافظات مخلفا شهداء وجرحى ودمارا كبيرا. نتابع التفاصيل. في انتهاك صارخ لكل حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية في السلم والحرب، جدد طيران العدوان السعودي الإجرامي قصفه على مديرية سحار بمحافظة صعدة للمرة الثالثة على التوالي بقنابل عنقودية محرمة دولية، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين ومزارعهم، كما شن سلسلة غارات على منطقة المقاش والحباجر ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح. إضافة إلى ذلك قصف طيران العدوان السعودي منطقة الطلح بمديرية سحار بقنابل عنقودية محرمة دولية أدى إلى جرح 8 مواطنين واحتراق سيارة مواطن، كما تعرضت مديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي من قبل العدو السعودي استهدف عددا من العزل والمناطق بالمديرية أحدثت أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين. محافظة مأرب هي الأخرى من بين المحافظات التي تعرضت للقصف، حيث طال القصف والدمار بيوت الله ومساجده، فقد شن طيران العدوان سلسلة من الغارات الجوية على منطقة هيلان في صرواح، دمر بها مسجد هيلان ومنزل أحد المواطنين، كما شن غارتين على منطقة الجدعان. وشن طيران العدوان السعودي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدة مناطق متفرقة في مأرب أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، فيما جدد طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم شن غاراته على مدينة البيضاء استهدف فيها بنك التسليف بغارة جوية أسفرت عن إصابة مدير البنك ومدير عمليات البنك وعدد من الموظفين مخلفة دمارا كبيرا في المبنى. وإلى محافظة إبن فلم تسلم هي الأخرى من طيران العدوان السعودي السافر، حيث شن ثلاث غارات اليوم على مناطق متفرقة بمديرية الرضمة استهدف فيها جبل شيرز بغارتين لم تسفر عن إصابات، واستهدف قرية حرف عمري بغارة